تشهد مدينة سامراء توقفاً شبه تام للمشاريع الاستثمارية التي من الممكن أن تنعش اقتصاد المدينة وتوفر فرص عمل. مراقبون عزوا أسباب غياب المشاريع الاستثمارية إلى الروتين المتبع من قبل هيئة الاستثمار وبقية دوائر الدولة، الأمر الذي يعرقل قدوم المستثمرين وتلكؤ البعض الآخر في العمل. هناك معوقات كثيرة تواجه المستثمر، أولاً يعني حقيقة استحصال الأرض الخاصة بالمشروع، ثانيا هناك عقبات، بعض العقبات الإدارية اللي مفروضة ضمن قانون الاستثمار الفرطة هيئة الاستثمار الوطني. حقيقة هناك موافقات تحتاج إلى وقت طويل بالاستحصال عليها، زائدا بعض المعوقات التي قد تكون بسيطة ولكن حقيقة في مجال الاستثمار نواجه صعوبة بها. المفروض الدولة والمجتمع يعطي مجال للمستثمر لإثبات عمله ونتائجه وبعدها يكون الحكم. لماذا لا يدخل مستثمر في هذه المدينة رغم شركات الاستثمار تنتظر خبرا واحدا بدخولها لهذه المدينة؟ هذا السؤال محير للكل للجميع، فنحن نطالب من هذا الموقع، نطالب المسؤولين أن يفسحوا المجال للشركات الاستثمارية للدخول في هذه المدينة. نحن كمواطنين نرحب بأي شركة استثمارية تدخل المدينة. إذا لم الجهات المسؤولة ذو القرار أن تساعد هذه الشركات لا تدخل أي شركة، لأنه المسؤول إذا ما سهل عمل هذه الشركات الاستثمار بهذا بالمستوى المطلوب للشركة، طبعا الشركة ما تدخل وتورط نفسها في مدينة سامر. ما إن استحصلت الموافقات اللازمة لإنشاء مشروع استثماري يصب في مصلحة مدينة سامراء، حتى واصطدم أصحاب المشروع بكم هائل من التجاوزات على الأرض المخصصة لهم، الأمر الذي تطلب تواجد الحكومة المحلية بصورة مستمرة لحل تلك المشاكل. تواجدنا اليوم في هذا الموقع للمشروع الاستثماري المحال من وزارة الشباب والرياضة لنكون بتماس مباشر مع الأخوة مسؤولية المشروع. أيضا المشاكل التي حدثت خلال الفترة الماضية بوجود المتجاوزين، عدم خروجهم من موقع العمل، جعلتنا نكون اليوم في هذا الموقع لحل هذه المشاكل وإزالة المتجاوزين على هذا المشروع. ليتسنى للأخوان في أوجهها صاحبة الاستثمار في هذا المشروع أن تعمل وأن يكون عملها مستمر لحين إنجازه، خصوصا أن هنالك فترة محددة لهم من الوزارة أو من هيئة الاستثمار، فترة زمنية ما يقارب 60 يوم لكي يكون العمل أو يبدأ العمل بهذا المشروع. هو عمل أو مشروع لخدمة أبناء المدينة، سيارة النور في المستقبل القريب. كحكومة محلية نحن ندعم هذا المشروع لأجل خدمة أبناء مدينة سامراء. مع أول مشروع استثماري أقر في سامراء، واجه المستثمر عقبات عديدة دعت الحكومة المحلية للتدخل وتهيئة المناخ الملائم لتنفيذ أول مشروع ضخم سيدر على المدينة موارد كبيرة وتمهيد الطريق لإقامة مشاريع أخرى. المعوقات بدأت تظهر تدريجيا في وجود بعض المتجاوزين على أرض المشروع من سنة 2014. هذول المتجاوزين على الأرض أرض المشروع من سنة 2014 لحد الآن يعني امتنعوا عن إخلاء الأماكن العائدة للمشروع، وبدأنا فيهم دخلنا وياهم مباحثات ومحاورات، وكان كل يوم يطلعوننا بمشكلة: أنتم ما عندكم عقد، تفضلوا هذا العقد، أنتم ما عندكم إجازة، تفضلوا هاي الإجازة الاستثمارية، جيبونا موافقة، جبنا موافقة. الحكومة المحلية اليوم حقيقة زارونا برئاسة السيد قائم مقام واستفهم من عندنا بعض المعلومات ورأى الموافقات القانونية بعينيه وقرأها وبينا له كل الإجراءات القانونية التي من حقنا، من حقنا احنا كمشروع استثماري إيجار واستئجار ما نراه مناسب وما راه يخدمنا وفق القانون. يتكون المشروع من مدينة ألعاب متكونة من 22 لعبة عملاقة، يتكون من حدائق ونافورات ومتنزهات، يتكون من قاعات مغلقة عدد 4، يتكون من فندق
سياحي يتكون من محلات تجارية، مطاعم، مسبح، يتكون من 3 مراحل، المسبح ماله، المسبح للصغار تعليمي، للشباب وللكبار، ومسابح وفق المواصفات العالمية الحديثة. لقناة سامراء الفضائية مصطفى السامرائي، سامراء.